طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة، وطول ما في ناس حاسين بمسؤولية تجاه أي حد محتاج، طول ما الحياة هتزداد بركة وخير. قصتنا النهاردة عن الست فوزية. جوزها متوفي من 5 سنين، سابها هي والعيال في بيت على قده خالص، يدوب باب بيتقفل عليهم وخلاص، ومن جوه مفيش أي إمكانيات نهائي. بس فوزية بتحاول، هي عندها غيرة على أولادها وبتحاول ما تأثرش معاهم بأي طريقة، حتى لو كان ده على حساب صحتها. تنام وتصحى ومفيش في دماغها غير جواز بنتها، ونفسها طبعا تجهزها بجهاز يفرح بنتها ويرفع راسها قدام اللي هيتجوزها. ده تفكيرها، وده لنفسها ومنى عينها انه يتحقق. بنت متجوزة والتانية يعني فرح يمكن على العيد الكبير، ما عندهاش حاجة والله، ما جبت لها ولا حاجة، وباتي اهو قدامكم يعني، انتوا طلعتوا وشفتوا ما فيش ولا حاجة، ما جبت لهاش ولا حاجة، والجهازات غالية زي ما انتوا عارفين، ما فيش ولا حد يعني، لسه كل واحد يقول لي هاتي لي القسيمة، اكتب وهات القسيمة. طبعا سنها صغيرة انا ما اقدرش اكتب عليها دلوقتي، لما سنها هيوفي اكتب عليها واللي في قلبه خير هيجيب، بس فين ممكن يكتبوا ليلة الحنة او ممكن يكتب ليله الفرح، يبقى ما فيش مجال ان انا اجيب. وانا يعني ما فيش، الحمد لله لا عندي حته ارض ولا غير البيت اللي احنا قاعدين به فيه، والله ما في حاجه ملك، بس فعايزه حد يفزع معايا في جهاز البنت. لا والله انا بتضايق يعني، ان يبقى البنت الواحده عايزه تسطر بنتها باي شكل، مش يعني مثلا ترميها، بس انا ما فيديش اجيب. بنصرف ازاي؟ احنا جنبنا جماعة يعني الحمد لله بيحنوا، او الناس اللي في قلوبها رحمة بتحن. يعني مثلا تعالي في الجمعية فلانة هيدوكي كرتونة، الجمعية فلانة هيدوكي مثلا 100 جنيه او 200 جنيه، هي بتوجع صحيح، بتوجع قوي. انا عايزة يعني لما عيالي تكبر ان شاء الله يجروا، بس لسه عيالي يعني صغيرين ما يجروش، وما فيهمش يعني انهم هم يجروا او يطلعوا للخارج، ما فيش جهد، لسه صغيرين مش بتوع خوارج. اي حد بيقدم اي مساعده لفوزيه بتبقى من جواها متضايقه، لانه عندها عزه نفس وعلى عينيها انها تمد ايديها وتقول انا محتاجه، بس ما باليد حيله. هي ست وما عندهاش اي امكانيات ولا عندها شغل يجيب لها دخل مستقر يخليهم عايشين مستورين، انما برضه هي مش قاعده، بتسعى على اي شغل. يعني مثلا حد من الجيران يخبز تروح تساعده وتخبز معاه، شغل في حته ارض تروح عشان تلاقي اي لقمه عيش، وهكذا. فوزيه بتعيش حياتها كده، كل يوم في سعي وكل يوم في حال. فاصل وراجعين. الحمد لله يعني مش قادرة أقول لك الشعور اللي أنا بحسه، بيبقى شعور جارح، بس الواحد برضه مهما كان ما فيش مجال، يعني ما فيش إنه مثلا حتة أرض هتتكل عليها، حاجة تتكل عليها، عيل مثلا في الخارج هتتكل عليه، لا ما فيش. مش هكذب عليكم، ما فيش. واسأل جيران، اسأل الناس كلها، ما فيش. بيتي زي ما شفته، بيتي والله يوم النطرة إحنا بيتنا ليلتين برة عند ناس بيتها مصبوب، وجاوا قالوا له تعالى بيت عندنا، بيتنا ليلتين، وفرشنا كله بقى يشر في الميه، الخشب كله كده بقى يشر الميه على الـ على الـ على السراير وفي البيت، بقى ننزح 3 ايام من البيت. المطره ده بقول لك نطرت علينا، والله نطرت علينا. طبعا جه واحد بيجي هنا، جه جايب لنا خشبتين على المطبخ، ده كان عريان جاب لنا شويه، وواحد تاني جاب شويه، يعني تلقى ده نوع وده نوع، تلقى نوعين في المطبخ. وتلاقي ما واحد تاني في الاوضه اللي هي التانيه جاب لنا برضه الواح عليها، والبتاع من فوق طينه واسمنت، يعني واحده طينه واحده تلاقي اسمنت، الصبه من فوق اللي هي فوق السطح تلاقي اسمنت وتلاقي طينه.
مش يعني اسمنت كله ولا بتاع، وتلاقي بقى حته طابه. والله انا عايزه جهاز، ويا ريت يبقى جهاز كامل، لاني بصراحه انا ما اقدرش اكذب عليك واقول ان انا هجيب. بصبر في عريسها، بقول له لا اصبر شويه يعني، مثلا عشان خاطر انها سنها يوفي، ما نقعدش نكتب ونصوم شويه نكتب تاني. بس انا على موضوع الجهاز برضو، والله والله برضو موضوع الجهاز، واني هقول لك محتمده مثلا اللي على الله سبحانه وتعالى وعلى قلوب الخير. في حالات كده واحنا بنعرضها بنبقى حاسين انه فك كربها هيبقى قريب باذن الله. ست فوزيه دي ست غلبانه عايزه تعيش وسط الناس، هي مش محتاجه لحد، كان ممكن تستسلم وتقول انا هعيش على اي مساعدات وخلاص، او تقول انا مش هفكر في جواز لبنتي لاني ما عنديش امكانيه انفذ حاجه زي كده. بس هي ما عملتش ده، هي بتنحت في الصخر. هي بتقول كده، انا بنحت في الصخر عشان اكمل رسالتي مع ولادي، ولو عندها حد في بيتها بيشتغل ما كانتش قالت لاي حد انا محتاجه اي مساعده. معلش، ما هي ساعات الواحد ما بيختارش ظروفه بايده. اي حد في الدنيا معرض لاي موقف يعني احتياج في حياته، وهي مش دايما لحد. ما تزعليش، ان شاء الله هتلاقي اللي يساعدك وينجدك من اللي انت فيه. عندنا فاصل ومكملين. ممكن تقف اني انا ما معيش اجهز، ما معيش اجيب منين؟ هكدب؟ مش هكدب ان انا مثلا اقول لك ان انا اجيب لها الشهر الجاي، لا الشهر اللي من وراه، لا هصبر، لا انا اختها اللي اتجوزت لسه عليا 1800 من جهازها الاولاني، وهي متجوزه لها 3 سنين ولسه عليا 1800 من جهازها الاولاني. انا جوزي متوفي بقاله 5 سنين. والله عايشه، احنا عايشين بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل قلوب الخير. فضل قلوب الخير يعني الناس مثلا انه كده الحمد لله عايشين. ايوه يعني ان انا مثلا مش قاعده متربعه ان انا متكله على ده، لا بخبز يعني اللي عايزه شويه خبيز بخبزهم لها عندي، او مثلا الزنقه بروح لها بيتها بخبز لهم. يعني مش عيبه انه ده بعرق جبيني وبجري على عيالي وبتساعد، بس في نفس الوقت برضه ما يعملش ان انا اجهز. والله ببقى زعلانه، ببقى من جوايا زعلانه، ابقى عايزه اجيب لها الدنيا كلها بس مش قادره، ما فيش في ايدي ان انا اجيب. عايزه يبقى في ايدي واجيب لها الدنيا كلها. اي واحده بتبقى عايزه تفرح ببنتها تديها احسن حاجه، تجيب لها احسن حاجه، وبالذات يتيمه ملهاش اب، يقول امها قصرت، امها ما جابتش، امها ما اصله، لو ابوها عايش ببقى بجري وبنحر كده في الصخرة عشان اجيب لها احسن حاجة، بس مفيش، مش في ايدي. ست فوزية عليها ديون من جوازة بنتها الاولى، ولحد النهاردة الديون دي لسه معرفتش تسدها. احنا عرفنا من كلامها ان هي هدفها في الحياة ازاي تستر بناتها. هي مش عايزة حاجة لنفسها خالص، حتى لو يعني هتفضل قاعده في البيت اللي هو حالته ضنك كده زي ما هي، مش فارق معاها، على قد ما فارق معاها انها تحس ان كل بنت من بناتها عايشه جوه بيتها مع جوزها، يعني عايزه تستر بناتها وخلاص. احنا وفي كل حلقه مع كل حكايه ومع كل قصه بنقول انه الهدف من برنامجنا ده هو فرحه الناس في الشهر الكريم. مش عايزين حاله تفرح وحاله تانيه تقول انا اتنسيت. الحمد لله معظم ان ما كانش كل الحالات اللي بنتكلم عنها كل الناس بتتفاعل معاها، وحتى كل احلامهم بسيطه خالص، يا اما سقف يا اما دين بيخنق يا اما حد يعني ام بتحلم انها بس تجوز البنات. فوزيه كل طلباتها تتدبر باذن الله، كل حاجه هي طلبها سهله وبسيطه كتير جدا على ناس بيتابعونا وواثقه ان هم هيتفاعلوا مع قصتها بعد ما نقفل حلقتنا. أشوفكم على خير بإذن الله في بر جديد وفرحة أكيد.
أسرع فرحة في كل مكان، دور إزاي